سلمى وصل نزلنا مطار القاهرة. والله خدي ليهم على فكرة صحيح. والله النهاردة ايه؟ خلاص ايه؟ النهاردة اخر يوم خلاص دلوقتي هيجيبوا بقلاوة الندى والآية والحاجة. ايه؟ ما عندي مين بقى؟ انا حافظ مصطفى. اه صلوحة نروح البيت خلاص؟ هنو ده؟ مين؟ أنا وحشان نية هتروح خلاص؟ برينزو هتروح خلاص؟ خلاص ندى نودي سلوحة بتاكل رجلك؟ مكوكة هاي اتنين يلا اوفي اوفي هنا اوفي هلو طبعا بنودعوا شارع التقسيم. احنا كنا ساكنين قريبا من شارع التقسيم. يلا سلمى بنتي لسه قدام شويه. ليه سلمى كسري بقى كده؟ سلمى على طول زي ما فهمتك امبارح عشان عجبت العربيه. أمنية بقوة هنودة هنودة صلوحة صلوحة شارع التقسيم. وداعا شارع التقسيم بس وحشتينا يا مصر ما نقدروش نعيش براكي. أخرنا 10 أيام بس والله 10-15. هي دي بقى أمنية. ايه الحقيقة يا سلمى دي؟ خدي أمنية دي وقعي. محمد برنسو ايه؟ هتبع عليها خلاص. كوكا لو تعرفوا لو تعرفوا سر هذه الضحكة. هل تقسيم وأهل التقسيم ولف التقسيم وحب التقسيم. سلمى ماشي الشارع اهو. هنا كل واحد في حاله. انت في حالك وانا في ايه؟ في حالي. كل واحد في حاله. طب حبيت يعني افرقكم كده واوريكم برضه التقسيمه قبل ما نمشي. طبعا كل اللي يجي تركيا لازم يجي ايه؟ احلى شارع فيه شارع التقسيم. والله صح يا اماني عسل؟ لقيته حلوه وفي كل حاجه. اماني العسل؟ انت الف سلامه؟ الف سلامه عليك. يلا اتفضلوا. الفريق طبعا طالعين. يلا أمنية الفريق طالع. أمنية طبعا بص المركب بتتحرك. هنودة يلا هنودة طبعا شايفين برينسو صلوحة. طبعا قلنا ناخدوا جولة كده في العبارة. اقعد هنا بقى اقعد هنا ولا لا خلينا في الحرف هنا احسن. هنودة حلوة؟ هنودة شايفين طبعا جامع ايه ده فريدة ساعة؟ ساعة جامع ايه ده فريدة؟ ده جامع ميمونو وجنبه السلطان احمد ومعاه صوفيا والسلمانية اهي. اهو احنا هنا قريبين يعني. قريبين كله زي السلطان. احنا فين دلوقتي؟ برينسو طبعا لسه منطلقين اخر يوم لينا في اسطنبول في تركيا. ايه الجمال ده؟ ايه بصوا طبعا مين بيلزق في مين؟ محمد اخد بالك؟ مكة بتلزق في صالح. خلاص يا حودة بقوا صحاب خلاص. خلاص هم العيال حودة مكة وصالح اتصالحوا خلاص. والله
أمنية قوة فين؟ تعملي إيه؟ حطي في بوقك ليه؟ خلاص سلمى بتبص طبعا بتدور طبعا شايفين شايفين طبعا الجمال بقى عمك كان طيب ولذيذ انا بقول على امي امي يا قوة تعال من جوا طبعا احنا هنا في تركيا اتعلمنا كلمة واحدة بس شكر افت يعني ايه يعني اكيد اكيد ايوه فريدة حافظة الكلمة دي اكتر حاجة افت افت وبك بك يا بك يعني بك ويوك يوك يعني لا شكر ودرم يعني شكر شكر ودرم يعني شكر شكر ودرم وصباح الخير يعني يا فريدة ايه جود نايت بيقلبوا الكلام جود نايت جود نايت يعني بس بالليل بس بيقولوا الصبح هم عندهم ساعة يا فريدة جود نايت فريدة ايه فريدة ايه والله فريدة ايه بالتركي ايه انت يا فريدة طب شبك وضعنا فريدة ايه شبك صالح بليز بالراحة مع هنود واختك يقول لك نايت جود يعني جود نايت اسمها ايه صباح الخير؟ جود نايت يعني جود نايت جود نايت هيشتغلوا صلوحة جدع لا خليها دي غلط لعب يا هند خش يلا يا زن عدي مكة مش مكة بس مكة محمد يا صاحبي هنودة هنودة ايه يا صلاح صالح هو طوع يا هنود لعبة صعبة أمنية قوة أمنية تودعت تركيا طبعا بستاربكس وانت سلمى هند تودعت تركيا تشرب ستاربكس وانت تدي ايس كوفي انا قلت له ايس كوفي بقبل ايس شوكليت ندى بتودعت تركيا وقلت لها باي باي والله يا ابني بودعك وحشتينا يا مصر مصر ام الفل راجعين لك يا ايجيبت وصلنا المطار راجعين لك يا مصر وحشتينا مطار اسطنبول الدولي يرحم بكم هنوده سلوحه امنيه غمضنا عشان الفلاش بص القمر فين؟ لا ده مش قمر والله دي امنيه القمر ده لسه
سكتي انت لك موال سكتي. باي باي تركيا. باي باي تركيا. الله باي باي تركيا. باي باي يا تركيا. باي باي. معلش يا تركيا ما نقدروش نستغنوا عن مصر. ان شاء الله هنقولك تاني يا تركيا. هنقولك تاني ان شاء الله يعني كل سنه. او ممكن في الشتاء عشان يبقى الجو ساقع والتلج. عاوزه تيجي هنا في الشتاء؟ اه. ليه بقى؟ جاكيت التلج. صور التلج. وتجيبي تليفون تاني تسمع منك. احكي لنا بقى حكايتك مع التليفون بقى. ايه اللي حصل؟ اللي حصل. زعلانه؟ اه زعلانه والله. والله متضايقه قوي. بس ارجع اقول له ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. هند. التليفون فين يا هند؟ مين اللي اخده؟ مين اخد التليفون؟ هيا هيا امي. حرامي جدع يا هنوت. هيا حاول حد هيا حبس يعني بس نزل تحت. انا الفلاش؟ لا يعني يلا طبعونا لحظه بلحظه لحد ما نوصلوا ايجيبت ان شاء الله مع ندى حمو اللي ربنا يستر عليها يا رب. باي باي يا عمي كنان. باي باي. قول له يا صلاح ايه؟ الله توحشنا يا عم كنان. سلام يا عم كنان. الله يخليك. انزو اسطوره. يلا يلا باي باي تركيا. اخر حته في تركيا. سلام يا صاحبي. وحشتينا يا مصر يا ام الدنيا. باي باي تركيا يا صالح. يلا قولي باي باي تركيا. هند باي باي تركيا. باي باي يا ندى. يلا حضر تيجي حضر. المطار الجميل برنزو. احنا دلوقتي قاعدين مستنيين الطياره. طبعا قاعدين في المطار شايفين المطار عامل ازاي. المطار كبير قوي يا جماعه. المطار كبير جدا. قال يا صالح طبعا دلوقتي اكلنا وبعد الاكل كله هيدخل. يلا ندى على الفين. اكلنا. يلا يلا صلوحه. رقصنا اسطوره. يلا يلا سلمى اتفضلي يا اسطوره. اتقطع على رقم 2. واحد بس بس كده. ايه الاسطوره. يلا يا جدعان بقى معانا لحظه بلحظه لحد ما نرجعه الى وطننا الحبيبه مصر. لحد ما تلاقي عماره. بصوا وين السوري. السوري سمعنا الصبح. ايه رايكم؟ اسطنبول. اللي ياخدها سكرين ويبعتها له. يلا صل. يلا امشي هنا بقى كده. صلوحه بيجري راجع على بلده. هنا يا حوده. يلا سلمى بتجري كله بيجري عاوز يرجع مصر. مصر وحشتنا. امنيه القوه فين؟ امنيه فرحانه طبعا عشان راجعه لمصر لايجيبت. ندى محمد يلا امنيه. تعالي امنيه معايا معايا امنيه. وسلمى وصلوحه وهنوده راجعين الى بلدنا الحبيبه. يلا يا يلا محمد. يلا صلوحة امنية بقوة. ولا صلوحة ليه؟ اجي امنية. هنودة هنودة رايحة مصر؟ رايحة لتيتا؟ قولي انا بحبك يا تيتا. بطاطس. هو ايه ده؟ انت البوز ده اللي في ايدي يا سلمى؟ صح؟ انا اللي سافر. اوبا بس ساعة ساعة عادي عادي عادي. طبعا بنودع تركيا باي باي بكلمة بيقولوها كل اللي ماشيين من مكان يقولوا ايه؟ باي 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 باي. وحشتنا مراسي يا ولاد. باي باي. احنا وحشنا مراسي يا جدعان. وحشنا البحر. وحشتنا الحجة هند. اه وحشتنا الحجة هند. قولي ندى الوحيدة اللي ما اتكلمتش. وحشتنا الحجة هند. اه وحشتنا. ثواني. وحشنا الحج صلاح. الحج صلاح. الحج صلاح. صالح يلا صالح. الحج صالح. الحج الحج. قول له عم صلاح بحبك يا عم صلاح. بحبك عم صلاح. قول له عم صلاح يا جمل. قولي بحبك يا جدو. قولي بحبك يا خالو. بحبك يا خالو. بحبك يا حاج صلاح. هيا خلص الحاج صلاح. يلا الحاج صلاح. الحاج
والحق صلاح حق ده. تحية كبيرة عم صلاح الجامع. يلا طبعا يلا صلاح اوعى بصوا صلاح ينط ازاي هوبا عملها القوي المعلم اهو يلا المعلم بجد بتحدى اي حد ثواني ثواني برنسو ومكة طبعا مريحة حالها كوكي كوكي كل الناس بيحبوكي الا الحاجة هند بتموت فيك طبعا راجعين لبلدنا حتى لو هنمشي قد ايه اهم حاجة نرجع لايجيبت مهما روح اي حسة ما بتحش الا في السن بتاعي لا في حاجة تراب ارضنا حاجة تانية يابا اقسم بالله مصر ام الدنيا مصر الغالية تحية كبيرة لمصر يلا صلوحة استنى ياخد عين نعطوك جدع على صالح سلمى الحمد لله على السلامة طبعا بعد ما عدنا طبعا لقينا المكان طبعا هو خلاص لقينا المكان الحمد لله لقينا مدينة ألعاب طبعا ايه هنشوف دلوقتي كل اللي هيخش خليكي معاهم من خمس يلا هنودة طبعا صالح هيلعب طبعا الأطفال بيستنوا طبعا بيتسلوا لازم يدوم بقى مدينة ملاهي بقى صغيرة كده يا صلوحة راح فين؟ اطلع فوق يا صاحبي صالح بيتحدى طبعا هو ومكة اوه الولد صالح قوي اطلع صالح بص لي من فوق يلا اطلع انت قوي بص يلا صلوحة كوكا يلا هنودة هنودة طبعا المطار مسلي قوي سلمى قعدت قعده غريبه وعجيبه ماشي ماشي صالح طبعا بيحب يجرب كل العالم سلمى العالم معاهم خمس دقايق وهي جاي لسه بص الدنيا شوف شوفوا هنودة بتتزحلق هنودة هنودة كبرت يا انت الله اكبر ما شاء الله عليك يلا بقيتي عفريتة ثانية صالح ثانية صالح عشان ما تقعش عليا ثانية صالح ايه كوكا تعالي يلا جدع ايه احساسكم بقى وانتم منتظرين مستح طيب وجميل مستح جايين لك يا مستر وانت الامنيه بتاكل ايه بقى مفاجاه البابا بص يا عم صلاح بص حق صلاح يا جمل امنيه بتاكل اندومي يا عم صلاح في تركيا بتاكل اندومي خلاص شفتها خلاص ينفع كده امنيه انا صاحبي حيوان عليك في انتظار الطيارة وحشتيني يا حيوتة وحشتيني يا قلبي بتحب تتجوزيني ولا تتجوز احمد مش عايز اتجوز بس جايك ولا يا فاروز ولا انا والله مش هنام ولا استنوكم ماشي هنام كلنا سوا يلا ان شاء الله بنطمن عليك يا حبيبي اصيل يا ابن الانصر ندمت محمد يا احمد ندمت محمد قتله قتله هنا بص يا احمد يا احمد يا مكه بتلعب يا حياه خلاص اللوحة كلها في الملاهي وصلنا عند المكان طبعا لفت العمه وخلاص هتسافر وتنام ايه؟ دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 12 يعني بقالنا 23 ساعة 23 ساعة
11 ساعة. أنا شاطرة جدا في الحساب، خلي بالك. حسبتك يا بنت أنا. بتطلع من الأول في المدرسة؟ لا والله. طلع كام؟ كان بتاع التالتة مقرر، مش الأولى، التالتة. التالتة. اقعد يا صالح يلا. حالتي تنام. أمنية قوة فين؟ النوم من جوه. حاولت تنامي؟ شوية. أمنية ملكة السهر. أكتر واحدة بتسهر في الدنيا كلها أمنية يا جدعان. اللي نضمي بتنيم. سلمى، صالح، هند، مكة، أنا محمد، هند، سانكيس. طبعا كلنا في انتظار الطيارة بتاعتنا. كل عاوز يروح ينام على ايه؟ كل عاوز ينام ايه؟ الحكي صالح اهو. عيب يا صالح كده والله. علمت هند الشاي اهو. لا صالح شاي جدا ومكة شقية جدا. خد بص بص خد انا وانا امشي يلا خد 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 صالح يلا عشان ما اضربوش يلا نروح عند امك يلا يا عم يلا امشي يلا اه صالح حلا اللي زعلك اتعامل معاه بس ما غلسش ثواني ثواني اللي زعلك اتعامل معاه صالح خلاص يا مكة مكة انا خلاص اوبا ولا صالح حلا مفيش بنت تضربك على صالح حلا اديها واحده في وشها خلاص يا مكة انا سحبتك على بعض يلا ولا عم بابا خلاص ايه ده؟ ولا سيبه سيبه انت صالح الجن؟ انا اسف انا اسف انا اسف لا تعالى انا هعملك كفته انا خلاص خلاص اعمل لك كفته ولا مين الجن انا ولا لو انت الجن انا البرنس يلا يلا العطوب الصحوبيه ده يلا العطوب الصحوبيه ده يلا سيبه عمو سيبه عمو خلاص يا صالح ولا لو انت الجن انا البرنس يلا اوعى تنسى نفسك يلا كمان الفريق بتاعك منتظر امنيه قوه والحاج صالح وهنوده وسلمى الطيارة هي يا جدعان جاي لي محمد طيارة اهي اوه يلا تركوشة تركاشة يلا يا جدعان باي باي تركيا شكرا على الاستضافة شكرا على الاستضافة الجميلة يلا خفيش ايه اوه طبعا خليل محمد برنس وبرنس وبرنس يعمل ايده كده ووشه كده 10 ايام زهقنا بايده ووشه ازاي بقى كده ولا كده؟ هي انت حد بتطلعوه في البدلات هيخليه كمان انا هبقى كده يا سلمى ايه يا سلمى؟ بالراحة بالراحة خدي خدي صلاه حظك ما اعرفش في النص يا سلمى مش عارف مش عارف خالص لحد ما يا سلمى بتاع صلاح اللي بره يا سلمى مفيش هنا حد مفيش بالعكس بالعكس ايه ده انا مشغل ايه ده؟ يلا فيلم كان نفسي اخش السينما والله العظيم الله سيمبا وانت يا مكه يا برنزو الله ينور ولا حاجه شغال اماني البت اللي عجباني حبيبتك شغاله يا ميلان جدع بت امانة عايزة ارجع تاني مش من هنا بقى من جاي من هنا ده جايب لي سبورت ايه يا عم انا مالي بالكلام ده كله انا عارف Hoş geldiniz. Kamer zeyi anlamak oldu. Ve Tuğaç şey oldu. Birlikte gerçekleştireceğiz. İskenderiye bu El Arab Havalimanı olan şu an. Alo Gazan. Şart taşı. Hazırlıklarımız tamamlayan. Salih, tayyara helva salih.
Salih. Hello there. This is Captain speaking. Welcome aboard. My name is Ömer Faruk Erdoğan. Alongside Clutch, Shareholder, we are in command of... انا كرسي اللي جنبي فاضي اخدت وجبه هنا وجبه هنا وجبه. يلا محمد اجي ترين. لا لا مش سلمى نزلنا مطار القاهره. والله اخي ليه الحمد لله على السلامة. طبعا كله جاي مش لازم الطيارة حالا. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. حبا اجلس على حبا. يلا سلمى طبعا نايمة. مش نايمة عملتها بتهوي. بتعصب لو ما روقتش اتروقت. سلمى طبعا اي كلام طبعا النوم ده دمرت محمد. لسه في شغل لما تروح. مصر الهان بقى. وحشتينا يا مصر. اشتقت لك تعالي. اشتقت لك. يلا امنيه طبعا كلنا يمين يا في الطياره. دلوقتي الساعه 3 وربع 3 وثلث. لا ما تخافيش. اهو. محمد سلم الشنط اهو. الحمد لله على السلامة. تفضلوا. يلا تفضل. يلا امنية امنية عيب عليك يا امنية. يا عيني يا امنية. امنية فين محمد؟ محمد ايش قلت لي ايه يا محمد؟ ايش؟ مطار برج العرب. عايز البسها سلمى. طب السلم يا امنية. يلا لهم ايه؟ الحمد لله وصلنا مصر. الحمد لله ندى سلمى الحمد لله. الحمد لله الحمد لله وصلنا مصر. برنسو قول لهم حاجه حلوه برنسو. الحمد لله وصلنا بالسلامه. انتظروا الجديد من برنسو الايام الجايه. احنا نايمين اهو. انا دلوقتي عايز انام. والله انت نايمين؟ احنا نايمين. قولي والله العظيم. ليه طيب ما بقولك والله نايمين. انا نمت في الطياره ما حسيتش. وانا ما نمتش يا جماعه. وانا ما نمتش. ايه اللي حصل؟ انا وامنينا يمين في كرسي جنب بعض. والله العظيم ما نمتش فعلا. العربية غدا يا جماعة يا غدا ازاي انت نمت؟